تخيل لو جيت قلت لك انت شفت الحبل السري بتاع العصافير قبل كده، هتستغرب شوية وتقول لي حبل سري عصافير، يعني مش العصافير بتبيض؟ هقول لك اتفرج معايا على الفيديو للآخر، مستني رأيك في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد عن لقطة جميلة جدا ونادر جدا انك تشوفها بعينك مباشرة كده وهي بتحصل. كنت بنظف العش بتاع الزغليل ده، وانا بطلع العش لقيت فيه زغلول صغير ما كانش لسه فقس قبل كده، لان كنت شايف اليوم اللي قبله كان فيه 3 زغليل صغيرين، لقيته نص جوه البيضة والنص التاني بره البيضة بيحاول يخرج. ومن النظرة الأولى كده فهمت أو حسيت إن هو يعني الزغلول بقاله فترة في البيضة مش عارف يخرج، لأن لقيت إن الحيصلة بتاعته فيها أكل. يعني معنى الكلام ده إن مامته أكلته وهو جوه البيضة بس هو لسه مش عارف يخرج. فبسرعة حاولت إن أنا أشوف كده إيه المشكلة، ليه مش عارف يخرج لغاية دلوقتي، هل هو مزنوق ولا لسه الحبل السري بتاع العصفور في لازق في البيضة. ما تستغربش من كلمة الحبل السري، مش كل الكائنات اللي بتولد بس هي اللي ليها حبل سري. الحبل السري موجود في كل الكائنات، حتى الكائنات اللي بتبيض الحبل السري ده بيبقى متصل ببطن الزغلول وبطن العصفور الصغير، وفي نقطة معينة جوه البيضة برضو بيبقى متصل بيها، وده يعني حاجة من عظمة ربنا في خلقه. طيب المفروض الام بيبقى دورها ايه هنا في التوقيت دوت؟ الام بتحاول بمنقارها بالراحة كده بتقعد تكسر القشرة بتاعت البيضة لما العصفور بيبتدي يصوصو وهو جوه البيضة، ودي بتبقى زي رسالة منه ان هو خلاص عايز يخرج، بيحاول يكسر البيضة ويخرج. في عصافير بتقدر تعمل كده لوحدها، وفي عصافير بتحتاج مساعدة الام، وهي سبحان الله ساعتها بتبتدي تكسر البيضة بشيء كده بلطف كده بسيط، وتحاول تكسرها وتساعده في انه يخرج من البيضة. طيب لو العصفور ده فضل فترة جوه البيضة وما خرجش، طبيعي ان هو يبقى معرض ان هو يموت، وده السبب اللي خلاني اساعده باني اخرجه من البيضة، لانه هيبقى رجليه الاتنين مزنوقين. ده منظر الحبل السري للي ما شافش المنظر ده قبل كده. الحبل السري متصل لو تلاحظوا بنقطة في البيضة ونقطة في أمعاء العصفور. سبحان الله، لازم تقول سبحان الله لما تشوف حاجة فيها قدرة كبيرة جدا من ربنا على يعني شيء بسيط، كائن بسيط قد عقلة من عقلة الصابع، وفي التطور الرهيب والإعجاز العجيب في التفاصيل الدقيقة دي. شلت الزغلول بقى من، حاولت ان انا اشيله من البيضة عشان خاطر بس ما يبقاش مزنوق جوه البيضة واخواته اللي اكبر منه يدهسوه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك عشان خاطر الفيديو ينتشر اكتر، واشوفك في فيديو جديد باذن الله.